الرئيس السيسي يستقبل وزيرة الجيوش الفرنسية ورئيس البرلمان النمساوي. وزير الدفاع والإنتاج الحربي يلتقي وزيرة القوات المسلحة الفرنسية. الحكومة تدشن موقعا إلكترونيا توعويا للمواطنين عن فيروس كورونا والوقاية منه. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي، كما استقبل الرئيس السيسي أمس رئيس البرلمان النمساوي فولفغانغ سوبوتكا. المزيد في سياق التقرير التالي. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيدة فلورنس بارلي وزيرة الجيوش الفرنسية، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وكذلك السفير الفرنسي بالقاهرة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس رحب بالوزيرة الفرنسية في القاهرة، طالبا سيادته نقل تحياته إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ومؤكدا عمق العلاقات المصرية الفرنسية، لا سيما من خلال التعاون الوثيق القائم بين البلدين على المستويين العسكري والأمني، مع الإعراب عن التطلع إلى تطوير هذا التعاون خلال الفترة المقبلة، وكذلك الاستمرار في التنسيق والتشاور الثنائي المكثف إزاء القضايا والتحديات ذات الاهتمام المشترك وسبل التعامل معها. من جانبها أعربت السيدة بارلي عن تشرفها بلقاء السيد الرئيس مجددا، ناقلة تحيات الرئيس ماكرون إلى سيادته، ومؤكدة الأهمية التي توليها بلادها لتعزيز التنسيق وتوطيد علاقات الشراكة القائمة بين البلدين على كافة الأصعدة، بما في ذلك على المستويين العسكري والأمني، خاصة في ظل ما تمثله مصر من دعامة رئيسية للأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد فولفغانغ سوبوتكا رئيس البرلمان النمساوي، وذلك بحضور الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب وكذلك السفير النمساوي بالقاهرة. وقد رحب السيد الرئيس بالسيد سوبوتكا في مصر، طالبا سيادته نقل تحياته إلى المستشار النمساوي سيباستيان كورتز، ومعربا عن التقدير للحفاوة والمناقشات البناءة التي جرت في مقر البرلمان النمساوي خلال زيارة سيادته إلى النمسا في ديسمبر من عام 2018، والتي عكست تميز علاقات الصداقة التي تجمع البلدين. كما أكد السيد الرئيس الحرص على التواصل المستمر مع المستشار النمساوي لتعزيز العلاقات الثنائية والتشاور حول أهم القضايا الإقليمية في الإطار الأورو متوسطي، معربا سيادته في هذا الصدد عن التطلع لمواصلة الارتقاء بالتعاون بين البلدين على مختلف الأصعدة، خاصة على مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية من خلال تبادل الخبرات والزيارات، بما يساهم في تعزيز التواصل بين الشعبين. من جانبه نقل رئيس البرلمان النمساوي تحيات المستشار كورتز إلى السيد الرئيس، معربا عن التشرف بلقاء سيادته، ومشيرا إلى العلاقات المتميزة التي تربط البلدين الصديقين، وحرص النمسا على تعزيز الشراكة بينهما في مختلف المجالات، وكذلك دعم مصر في جهودها لتحقيق التنمية الشاملة والتي تشهد طفرة كبيرة وملحوظة خلال الفترة الأخيرة، خاصة على صعيد الإصلاح الاقتصادي. التقى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي بوزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورنس بارلي والوفد المرافق لها الذي يزور مصر حاليا. المزيد في سياق التقرير التالي. التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بالسيدة فلورنس بارلي وزيرة القوات المسلحة الفرنسية والوفد المرافق لها الذي يزور مصر حاليا، حيث أجريت لها مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين. ثم عقد الجانبان لقاء تناول عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء علاقات الشراكة والتعاون بين الدولتين في مختلف المجالات، وبحث تطورات الأوضاع الراهنة وانعكاساتها على الساحة المحلية والدولية،
وسبل دعم وتعزيز علاقات التعاون العسكرية بين القوات المسلحة لكلا البلدين. وأكد القائد العام على اعتزازه بزيارة الوزيرة الفرنسية لمصر، والتي تأتي امتدادا لعلاقات راسخة من الشراكة والتعاون المثمر مع فرنسا، ولا سيما في المجال العسكري، وحرص القوات المسلحة المصرية على زيادة أواصر التعاون والشراكة في العديد من المجالات على نحو يلبي المصالح المشتركة للبلدين. من جانبها، أكدت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية حرص بلادها على تعزيز أوجه التعاون المشترك مع مصر، كونها دولة محورية ورائدة بالمنطقة، وأشادت بدور مصر البارز في مكافحة الإرهاب ودورها الداعم للأمن والاستقرار والسلام بالشرق الأوسط. وأعقب اللقاء جلسة مباحثات بين الجانبين تناولت بحث تطورات الأوضاع الراهنة وانعكاساتها على الساحة المحلية والدولية وسبل دعم وتعزيز علاقات التعاون العسكرية بين القوات المسلحة لكلا البلدين. حضر اللقاء الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة. قام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بتدشين موقع إلكتروني توعوي عن فيروس كورونا، وذلك بناء على تكليف من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. ويشمل الموقع معلومات عامة عن الفيروس، طرق انتقاله وسبل الوقاية منها، والأشخاص الأكثر عرضة للإصابة به، وإجابة على أكثر الاستفسارات الشائعة على مستوى العالم، كما يتضمن أيضا باقة من المنشورات والفيديوهات التوعوية للوقاية من المرض، وكذلك تحديث لحظي بموقف الإصابات على مستوى العالم مع إلقاء الضوء على مصر من واقع رصد منظمة الصحة العالمية.